في خطوة هامة لدعم النازحين العائدين إلى مدينة الموصل، وضع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل والسفير الياباني في العراق حجر الأساس لإنشاء القرية اليابانية في أيمن الموصل. تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع الدعم الطارئ للعائدين في محافظة نينوى بدعم من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للتخفيف عن كاهل النازحين. وشفت نومينال يعني أعمال في يونير كل أطفال لنازحين في هذا المسكن، وبالتالي هنا قررنا عن ننشئ يعني مسكن ثاني الذي يسمى الكوريا اليابانية في تعاون كبير من محافظتكم ومحافظنا هنا موجودة. وبالتالي يعني أنا أشعر بأنني فخور جدا كمصلاوي ياباني اليوم مع كل يعني أهل يعني موصل ونينوى. يهدف المشروع إلى توفير مساكن آمنة وملائمة للعائلات العائدة الأكثر فقرا، خاصة الأسر التي تعيلها نساء وذو احتياجات خاصة، كما تتكون القرية اليابانية من 420 وحدة سكنية موزعة على 16 برجا، وتقع على مساحة 94 ألف متر مربع. الحكومة المحلية ستوفر كل البنى التحتية والهابيتات عن طريق التمويل من الحكومة اليابانية، سيكون متوفير السكن والحدائق والمدارس والملاعب الرياضية والمرافق العامة الأخرى، سيكون نموذج للسكن العصري الحديث في منطقة فقيرة في أيمن الموصل، سيكون رسالة جديدة أن الحكومة اليابانية قدمت دعم آخر لشعب نينوى وشعب الموصل. وتعد القرية اليابانية نموذجا مميزا للتعاون بين نينوى ودول العالم المتطورة في مجال إعادة الإعمار ودعم النازحين. عماد علي، ون نيوز، الموصل.